صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة لأهم عناوين الصحف اليومية النهاردة 25 ديسمبر. ومعانا الصحفية أمال عويضة، صحفية بجريدة الأهرام. صباح الخير يا أمال، صباح النور يا عاملة مان. إيه؟ والله عاملة مش كويس. عاملة تمام. انه امبارح في فيديو كان انا موجودة فيه على الانترنت بخصوص سجال حوالين نقول الثورة والثورة المضادة. الحقيقة التليفون امبارح بتاعي ما بطلش، كنت عنصر في الأخبار بس اعتقدت ان انا قلت كلمة حق وبس. اكيد هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل يعني، وهنفهمها منك اكتر واحنا بنقرا الاخبار بتاعت النهارده. المصري اليوم الصفحه الاولى: العسكري يخصم شهرا من الفتره الانتقاليه. المصري اليوم الصفحه الثالثه: حصاد المرحلتين، الحريه والعداله يحصل على 51% من مقاعد البرلمان. الشروق الصفحه الاولى: كبير الاطباء الشرعيين السابق اطلاق الرصاص في مجلس الوزراء كان بقصد القتل. المصري اليوم الصفحة الثالثة: إخوانيان يتهمان الاشتراكيين الثوريين بالتحريض على إسقاط الدولة. الشروق الصفحة الأولى: مؤرخ بريطاني يطمئن المصريين، الثورة لم تفشل، انتظروا المكاسب. الأهرام الصفحة الأولى: لجنة وزارية لا مفر من الاقتراض من الخارج. الأهرام الصفحة الثانية: الانتهاء من إعداد خطوات جرد الكسور الرئاسية وتشكيل مجموعات العمل والبداية عابدين. الشروق الصفحة الأولى: هند بدوي ضحية التعذيب ممنوعة من الحديث وحالتها تتدهور. دي الأخبار النهاردة مش مشرقة قوي يعني. والله يمكن يظل أكثرهم تفاؤلا أنه العسكري المجلس العسكري يخصم شهر من الفترة الانتقالية، ودي الاعتبارات تتعلق بخفض النفقات، أنه بدل ما مجلس الشورى انتخاباته تتم على عدة مراحل أو ثلاث مراحل هتبقى على مرحلتين تنتهي في فبراير، وبالتالي يكون أول اجتماع لمجلس الشعب والشورى في نهاية فبراير مش نهاية مارس. فهي المسألة مش خصم نتيجة لضغط ولا حاجة لا سمح الله، لكن هو ضغط نتيجه ضغط النفقات وضغط وقت. طب ده ما لهوش اي صله بانتخابات الرئاسه وامتى حت يعني هو الحقيقه اللي حاصل لغايه دلوقتي. طبعا احنا عارفين انه في اتجاه، في ناس بتنادي لا نشكك في وطنيتهم لانهم 60 حتى 60 من المثقفين مصر والناشطين تقدموا بالفعل بطلب انه يتم التقدم لانتخابات الرئاسه في 25 يناير على ان يتم اعلان الاسماء في 11 فبراير، يعني كنوع من الامتنان لما حدث في 25 يناير والاحتفال بتنحي الرئيس المخلوع في 11 فبراير. حتى الآن لم يتم حسم الأمور، كلها مطالبات. الشارع بيظل متأرجح ما بين أشياء كثيرة، منها ما يرى في الإعلام المصري أو الإعلام بشكل عام، ومنها ما ينادي به نقول أهل الثورة اللي مش منهم منهم البلطجية واللي مش منهم الناس الوحشين يعني السيئين. الحقيقة والله يا مين هقول لك حاجة، أنا شخصيا كمواطنة مصرية أنا واقعة في مأزق باعتباري صحفية بعمل في إحدى نقول الصحف القومية اللي هي الأهرام، وده شيء يشرفني في النهاية. لكن في الحقيقة المأزق اللي أنا بعاني منه وبيعاني منه كثير من المصريين فكرة أنه طب أنا مع الثورة ولا أنا مع الناس؟ طب الناس اللي في الشارع بتقول حاجة والناس بالفعل في الشارع بتقول لقمة العيش والمواصلات والاستقرار. عارفة فكرة إعلام التخويف اللي طول الوقت إحنا كنا خايفين في السابق، ما زال هذا الخوف مستمر. يعني حتى أنا بقى أفاجأ بناس بتكلمني طب أنت مش حاسة باللي في البلد؟ طب أنت مش شايفة اللي بيحصل؟ الحقيقة إحنا شايفين كل اللي بيحصل، بس مفيش حاجة من غير تمن. إذا كنا إحنا ناويين إنه البلد دي تتبني صح، ما هو ما ينفعش تبني حتى بنقول بالبلدي كده، ما ينفعش إنه نقفل الجرح على 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 عدم نظافة، يعني لازم الجرح يتنظف. اللي بيحصل في مصر دلوقتي واسمحوا لي اقول لكم ان هو قد يطول بعض الوقت، هو فكره تنظيف الجرح، تنظيف جرح اتفتح 30 سنه اتملى بملوثات اتملى بفساد، لابد ان يحدث هذا الان، لابد ان نتحمل. مش فكره انه رغيف العيش هيفضل دايس على رقابينا ان احنا نرفض ان المساله تتطور اكتر. البعض بيعتقد ان المناداه يعني، ومش انا ولا انت بالنادي، المناداه بانه ما يبقاش فيه حكم عسكر انه ده ضد الجيش. الحقيقه ما حدش بيقول كده، الجيش يظل جيش مصر، يظل بين المجلس العسكري والعسكر. ولا انا مش عايزه اقول في اختلافات، لا مش فكره اختلافات. الجيش انا عايزاه. مين قال ان احنا مش عايزين الجيش؟ الجيش بيؤمن مؤسسات، الجيش بيحمي حدود. اتخلى عن الجيش ازاي وانا عندي عدو على الحدود؟ في ناس بتتخيل ان الجيش عندما نقول، ومش انا اللي اقول، عندما نقول لا لحكم العسكر، لا لانه العسكر يتدخل في الحكم، لان العسكر او الجيش له مهمه
جليلة مقدسة لا يجب أن يتخلى عنها. الحقيقة الضغط اللي بيحصل الآن هو ضغط سياسي لابد من مشاهدته من هذا المنحة، وليس أنه أي فرد بيقول أنه العسكر يمشي أن إحنا يعني مش مدينيله بأي فضل، لا بالعكس هو على مدار سنوات كتيرة جدا أم بجهود كثيرة، لكنه لابد أن تكون المسألة نقطة من أول السطر. مصر دولة لابد أن تكون دولة مدنية تقوم على حكم ديمقراطي يسمح للجميع بالتعبير عن وجهة نظره. كون اختلافنا ان احنا مع الحاكم الان وهو بغض النظر هو الحاكم العسكري، ده ما يعنيش ان احنا ناويين نقتله ولا نعلق له المشاكل، لا الحقيقة ان احنا عايزين مصر تتقدم خطوة. لو رجعنا مرة تانية بتقولي ان هيبدأ هيفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في اخر يناير. اقتراح لسه لم يتم التأكيد هو ممكن عليه. ممكن يفتح الباب قبل اعلان الدستور؟ هقولك حاجة، هو ده اقتراح، خلينا برضو ايه عشان ما نبقاش بنقول الكلام، هي مبادرة من 60 شخصية بتطالب بفتح الترشح للرئاسة في عيد الثورة، لكن الحقيقة لغاية الآن لم يتم التعقيب عليها ولا التعليق عليها. كل اللي سمعناه النهاردة ما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى، وان هي بدل ما تنتهي آخر مارس تنتهي آخر فبراير، تخفض المرحلتين. المصري يوم عندنا صفحة ثالثة، حصاد المرحلتين طبعا الحرية والعدالة يحصل على 51% من مقاعد البرلمان، ونتيجة متوقعة جدا، يعني انا اعتقد نتيجه متوقعه من المرحله الاولى. واعتقد المرحله الثالثه مش هتخرج كثيرا. الحقيقه خلينا برضو نقول انه ما فيش حد ضد صندوق الانتخابات، وبمعنى انه كنا بالنادي قبل الانتخابات بمجلس رئاسي، دلوقتي الساحه بتقول انه في عندي انتخابات، في اعضاء في البرلمان، بس يظل في نقاش وسجال حوالين ماده اتكتبت في التعديلات الدستوريه بتقول انه من حق اعضاء مجلس الشعب والشورى ان هم اللي يكتبوا الدستور او يختاروا لجنه بدون اي ضغوط عليهم، يختاروا لجنه تمثلهم عشان يكتبوا هذا الدستور. الحقيقه في كلام كتير قانوني، وفي حوار حلو قوي النهارده، هو ده مش موجود عندنا في الاخبار، في حوار موجود النهارده في مصر اليوم مع القانوني او الدستوري محمد نور فرحات. الحقيقه بيقول كلام مهم جدا، بيقول انه ما ينفعش انه يستأثر اعضاء مجلس الشعب والشورى بكتابه الدستور، لانه اذا كان هم بيمثلوا بعض من الشعب، بمعنى ان هم نواب هذا الشعب، فمش بيمثلوا كل الشعب. لا خليني ارجع معاكي، هو مش متفق عليه ان هيكون في لجنه تاسيسيه هي بعيده عن مجلس الشعب ومجلس الشورى، بس هيختارها المجلس. انت عندك الماده اعتقد 89 او 189 الموجوده في التعديلات بتقول انه اعضاء مجلس الشعب والشورى هم اللي بيختاروا هذه اللجنه وبيوافقوا عليها. طبعا اعتقد انه مش هيوافق على حد غير اذا كان في اطار اتجاهه، او يعني فيها تبقى في نقول ايه اصوات غير ممثله. الحقيقه هو ده الكلام والسجال دلوقتي، مين هيبقى ممثل؟ هل التعديلات الدستوريه ضحكت علينا لما قالت انه ده في ايد الاعضاء مجلس الشعب، على اعتبار ان هم كانوا عارفين انه المجلس هيكون اغلبيته اسلاميه؟ الحقيقه ده كلام اعتقد قانوني ودستوري، لكن انا بقى انادي المشاهدين بيتفرجوا علينا يقروا الحوار اللي معمول مع محمد نور فرحات في مصر اليوم، في نقاط مهمه جدا مفترض التاكيد عليها. تمام. شروق الصفحه الاولى، كبير الاطباء الشرعيين السابق اطلاق رصاص مجلس الوزراء كان بقصد القتل. انا قريت الخبر، طبعا الخبر بيلف بيكي وبيدور، بس الخلاصه بتقول انه اطلاق الرصاص كان مميت، فبالتالي هو كان بهدف القتل. ما عدا ذلك فهو بيتكلم عن بعد وقرب المقذوف اللي هو الطلقه الناريه، دخولها وخروجها، طب في بارود، طب لا دي واسعه، طب لا ضيقه، طب نحافه البني ادم، يعني بيتكلم على اسباب اكتر نقول ايه تقنيه، يعني في مساله تحديد المقذوف الناري، الاماكن كمان عموما. لكن هو بيقول ان اطلاق الرصاص كان بهدف القتل. اطلاق الرصاص ما كانش بهدف تفريقهم، لان انت عشان تفرقي حد ممكن تضربي على الرجلين، تضربي على النصف الاسفل مش النصف الاعلى، ودي قواعد حتى معروفه في الشارع، لو انا عايزه اوقفك من التقدم فنضرب على رجليك، ما اضربش على دماغك ولا اضرب على بطنك ولا اضرب على صدرك. فده اللي حصل، هو بيقول انه كان القتل اطلاق الرصاص بهدف القتل. مصر اليوم الصفحه الثالثه، اخوانيان يتهمان الاشتراكيين الثوريين بالتحريض على اسقاط الدوله. السجال كبير قوي حوالين الموضوع ده يا مي، ولازم نتكلم فيه دقيقه زياده. معلش النضاره وقعت. الاشتراكيين الثوريين، احنا بقالنا السجال بقاله اسبوع تقريبا، احد الاشتراكيين الثوريين في احدى الندوات اتكلم عن اسقاط الدوله. خرجوا بعد كده الاشتراكيين الثوريين دول فصيل سياسي، يعني فصيل له افكاره السياسيه مشتقه من الافكار النقول اليساريه المتطرفه. خلينا بس نوصل المعلومه ببساطه، ان هو قال اسقاط الدوله، وبعدين بعد كده رجعوا شرحوا المفهوم انه اسقاط دوله الفقر واسقاط دوله العسكر واسقاط، بمعنى مش هدم الدوله وترويع الامنين، ده كان مقصوده، يعني انه الحوار ده انا بقول على فكره مش بقول هو بيقول كده، هم بيقولوا كده، لانه انا مش مع اودت، انا مش مع اودت،
خرج مجموعه من محسوبين على التيار الاخواني المسلمين وعملوا بلاغ ضد الشخص اللي قال الكلام دوت، وفي سجال في المساله دي. بس انا عايزه اتساءل الان، حدث تحرك من الاخوان المسلمين تجاه هؤلاء، لماذا لم يتحرك الاخوان المسلمين تجاه شخص في احدى القنوات معدومه الهويه بيطالب بمحاصره مبنى التلفزيون، بيطالب بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، بيطالب بمحاصرة جريدة الأهرام، ومش هدافع عن الأهرام لأنه الأهرام عندها هيئة قانونية تدافع عنها، بس بقول إنه في شخص بالفعل عمل كده. هل نأمل إنه مجموعة الإخوان المسلمين التي تطوعت بمحاسبة إحدى الأشخاص اللي بيتكلموا على إسقاط دولة الفقر وإسقاط الدولة العسكرية أو إن هم يتطوعون برضو ويعملوا بلاغ ضد هذا الشخص؟ يعني اذا كنا بالفعل هنبتدي نقيم ونخون في بالفعل ناس بتدفع الدوله لعدم الاستقرار، في اعلام تخوين، اعلام تخويف، الحقوا يا خبر اسود ده فيها يحصل كذا، ده فيها يحصل ده كذا. ده ممكن يكون ليه صله يا مال برضو بتصريح المجلس العسكري، اعتقد كان رقم 92 اللي قال فيه ان في مؤامرات داخليه وفي مؤامرات خارجيه لاسقاط الدوله، واللي وبرده كان رد فعل الناس عليه ان دي مؤامره لتفزيع المعتصمين بالظبط. فهل ده ممكن يكون ليه صله بيه؟ يعني هم بياكد الكلام بشكل ما. طب انا هقول سؤال صغير جدا وممكن نقول نقطه من اول السطر. من امتى ما كانش فيه مؤامرات ضد مصر؟ من امتى ما كانش فيه مؤامرات ضد فلسطين؟ من امتى ما كانش فيه مؤامرات ضد امريكا؟ المساله انه بما ان انت كيان فلابد ان يكون لك اعداء. هؤلاء الاعداء بيهمهم بقى شويه بهارات، شويه مشاكل، تفجيرات. على مدار 30 سنه مصر عانت من هذه المؤامرات، وايام عبد الناصر كانت مصر فيه مؤامرات، وايام الملكيه كمان. طيب يبقى اذا ده حاجه مش مفصوله عن السياق العام، ان انت كدوله ليكي اعداء بيحاولوا يؤثروا عليكي بالسلب. كون انه المجلس العسكري يقول كده، شكرا، احنا عارفين ان مصر طبعا هيكون لازم يكون ضدها مؤامرات. صح. مش فكره نظريه المؤامره، ده فكره الواقع السياسي المعتاد. لكن استغلال هذا لتخوين الناس او تخويف الناس في البيوت، انه خلي بالك ده في مؤامره ان يوم 25، يعني فكره تخويف الناس حتى من تاريخ 25. يا جماعه تاريخ 25 ده ما حصلش فيه ما يستدعي الا الدفاع عن دماء الشهداء الذين والله اعلم. احنا لسه قدامنا شهر وهنعرف. يعني سريعا فاضل قدامنا دقيقتين وبنحاول نجري كده في الاخبار. الشروق، مؤرخ بريطاني يطمئن المصريين الثوره لم تفشل وانتظروا المكاسب. هو احد المشاهير للتاريخ لفترات الثورات، مؤرخ بريطاني شهير في 80 من عمره، بيقول انه الفتره التي تلت 25 يناير هي فتره قصيره جدا لا يمكن الحكم عليها، ولكنه بيشبه ما حدث في 25 يناير بما حدث في أوروبا في 1848 عندما قامت الثورة في دولة وتلتها ثورات أخرى. لم يكن المردود سريع، ولكنه على الأقل حصل على مدار سنوات. نأمل هذا، وده يعني عشمنا أنه بالفعل يكون القادم أفضل ومختلف عما سبق. لجنة وزارية لا مفر من الاقتراض من الخارج. هقول لك حاجة، ده خبر تحصيل حاصل برضو. من امتى احنا ما بنقترضش؟ في اللحظه اللي فيها مصر بتقترض رغيف خبزها، هي لا تستطيع ان تحكم على مقاليد حكمها. بس الحكومه دلوقتي بتاكد ان الوضع الاقتصادي لمصر كارثي مش وضع طبيعي. هل ده نقدر نقارنه بالسنين اللي فاتت، ولا هنقول ان احنا في درجه مختلفه؟ هقول لك حاجه، السنين اللي فاتت كنا كلنا مش حاسين بدوت على اعتبار انه في مفسدين تحت عنوان رجال اعمال بيستفيدوا وبيفيدوا الاخرين. دلوقتي هؤلاء يعني رؤوس الاموال الكتيره دي دلوقتي كلها موجوده في تره، البلد واقفه لاعتبارات كتيره جدا من اهمها ما فعلوه في البلد وما حدث بعد ذلك من استغلال الاخرين لمحاوله الحصول على مكاسب فرديه صغيره. الحقيقه اقتراض من الخارج احنا مش بنقلل من قيمته، لكن نامل ان احنا نتجاوز هذه الفتره، مش بس بعجله الانتاج اللي هي طول عمرها في الفتره اللي فاتت يعني وخلال فتره مبارك ما حدش يقول لي في عجله انتاج كانت فظيعه يعني كانت حاصله. الحقيقه انه كان بيتم استهلاك المخزون المصري لصالح قله قليله. الان احنا شعرنا بالازمه لانه هذه القله تم تحجيمها، ما حدش هيقدر يقوم بفساد كبير. عندنا ازمه وهتعدي زي ازمات كتير، في ناس وعدونا باقتراض وما حصلش. لو مصر ما قدرتش فعلا تاكل نفسها، يبقى لازم نقف من نقطة من أول السطر. الحقيقي اللي حاصل دلوقتي أن الاقتراض مهم في هذه الفترة، لكنه على مستوى الفترة القادمة لابد أن نتجاوزه بإنتاج حقيقي من مصر، مش إنتاج البسكويت والشيبسي، مش إنتاج البسكويت والشيبسي وإن إحنا نهد مصانع ويطلع بدلها أبراج سكنية، ويعني التخاذل اللي حصل في مجال الاقتصاد.